السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم للجميع. ايه اللي بيحصل مع الشخص اللي التزم ببعض العبادات من اول رمضان او يمكن من قبل رمضان بحبة صغيرين؟ في تغيرات عجيبة كده حبتين لاحظها الناس على نفسهم من اللي هم ابتدوا رمضان بعبادة وصيام صحيح، خصوصا الناس اللي مشت على البرنامج الروحاني بتاع الحلقة اللي فاتت او ليهم برنامج عبادة خاص بيهم هم. انا كنت ناوية اعمل الحلقة دي بعد اسبوع، لكن ما توقعتش بصراحة التغيرات السريعة دي للناس من اول يومين فقط في رمضان. هي المفروض تبدأ تظهر بعد الأسبوع الأولاني من رمضان، لكن مش مشكلة، دي علامة كويسة جدا. ولكن الحاجات اللي أنا هقولها لو لسه ما ظهرتش معاك فاطمن، هي هتظهر إن شاء الله خلال فترة قصيرة قوي طالما أنت ملتزم بروتين وعبادة معينة. التغيرات دي ذكرها أكتر من 80 شخص لأصحابي اللي ماسكين فريق الانستجرام، وكان في علامات مهمة جدا مشتركة بينهم حصلت معاهم رغم ان 80 شخص دول ولا يعرفوا بعض ولا ليهم اي علاقة ببعض. هقول لكم العلامات وهقول لكم سببها كمان، لان كده معناها في بوابة روحية اتفتحت ليهم. اول علامة، في حاجتين عكس بعض حصلوا. بعضهم حصلت لهم رغبة جنسية قوية جدا، او تجيله خيالات جنسية، او عنده رغبة شديدة تجاه الجنس الاخر. وفي العكس اللي حصل له برود جنسي كبير. اللي جات لهم الرغبة الكبيرة دي مستغربين جدا انه ليه حصل اشتعال للطاقة الجنسية في اول رمضان، وخايفين ان يكون عليهم تسليط شيطاني او ازاي جات لهم الرغبة دي والشياطين مصفدة في رمضان. بالنسبة ان الشياطين مصفدة في رمضان فده حقيقي، لكن النفس الامارة بالسوء او شياطين الانس فدي انت اللي بتصفدها بارادتك. والدليل انه بنلاقي ناس كتير ما قدرتش تتحكم في نفسها وبيقتلوا او يسرقوا في رمضان. تمام، خلاص المعلومة دي قديمة مش هنشرحها كتير. لكن مسألة الرغبة الجنسية ده مش تسليط شيطاني، والرغبة الجنسية ملهاش علاقة اصلا بالشياطين، دي فطرة انسانية. انتم لما التزمتوا بالعبادة التزمتوا كمان بالصيام الصحيح، وبدأتوا الأوراد بهمة وقراية القرآن، وبعدتوا عن المشتتات الموجودة في التلفزيون أو السوشيال ميديا والناس المش كويسة والمأكولات الضارة وغيرها من أسس العبادة الحقيقية أو حتى جزء من العبادة الحقيقية. بيحصل للجسم نوع من أنواع الاستنارة والتفعيل الطاقي المفاجئ، خصوصا الناس اللي مش متعودة على الالتزام الروحي ده، فبيحصل تفعيل روحي طاقي كبير لكل مقامات الجسد السبعة. المقامات دي اللي هي مشهورة حاليا باسم الشاكرات، وللناس مش بتحب كلمة شاكرات لان هي كلمة بوذية، فخلينا في الثقافة العربية الإسلامية اللي هي المقامات السبعة. المقامات دي في منها المقام الجنسي الموجود أسفل العمود الفقري. الاستنارة دي في علم الطاقة اسمها طاقة الكونداليني، بس هي بتحصل معك بشكل مفاجئ ومؤقت لأنك أجبرت جسمك على نظام روحي صارم. طاقة الكونداليني بتتفعل من تحت لفوق، يعني من المقامات السفلية للمقامات العلوية. أنت مش بس بتلاقي المقام الجنسي شغال عندك جامد أو بطريقة مفعلة، بل هتلاقي كمان المقامات كلها متفعلة، حتى مقام القلب والبصيرة عندك اختلفوا جداً. لكن لأن الطاقة الجنسية بتكون مش متوقعة في أيام روحانية، فالناس بتقلق وتفتكرها من الشيطان. ده أمر صحي جدا، وإن دل على شيء فهو يدل على إنك ملتزم بالبرنامج الروحاني كويس جدا. وبالنسبة للناس اللي جالها برود جنسي خاصة المتزوجين، فده برضو بسبب البرنامج الروحاني اللي انتوا ألزمتوا نفسكم بيه، بس اتفعل عندكم المقامات العلوية اكتر من المقامات السفلية، يعني حصل تفعيل جزئي مش كلي، وده برضو مش حاجة سيئة، المهم ان حصل تغيير طاقي للجسد والروح. العلامة التانية، التخاطر او الحنين المفاجئ لاشخاص من الماضي، خصوصا لو كان صديق سابق او حبيب سابق، واحساس قوي جدا ان الشخص ده بيفكر فيهم او بيراقبهم، تحديدا بين الناس اللي كانوا في علاقة توأم روح او علاقة حب حقيقية اخدت سنين وانتهت نهاية غير متوقعة او نهاية مأساوية. فبعد ما حصل تشافي وتناسل العلاقة دي، فجأة الطرف التاني بدأ ينط بشدة في بال الطرف الاول او العكس. الفكرة
مش في رمضان نفسها، الفكرة في الروحانيات اللي جت بسبب رمضان أو يمكن قبل رمضان بحبة صغيرين، مع تواجد كوكب الزهرة، وده بيأثر جدا على مشاعر الحب. بيبدأ الشخص اللي اكتسب طاقة روحية ان عقله يشوف بوضوح كل الناس اللي بتفكر فيه ويتخاطر معاهم، وطبعا عقل الشخص عارف كويس جدا مين اكتر بني ادم اثر على حياة هذا الشخص عاطفيا، فيبدأ في اظهاره بشكل واضح خصوصا بعد تفعيل البصيرة والقلب طاقيا. وبتحصل علامات بقى ان التخاطر ده حقيقي فعلا، مش مزيف ولا حاجة، زي مثلا تلاقي فجأة كده بلا حول منك ولا قوة ناس تشبه حبيبك السابق تطلع لك في النت او في الشارع، او اسمه، او مثلا اسمه مميز في عيلة الشخص ده، مثلا عيلة ابو العينين مثلا او حاجة، تلاقي الاسم بتاع عيلة ابو العينين ده بيطلع لك برضو فجأة دون سابق انذار. لو كان الحبيب ده من بلد تانية تلاقي ناس من نفس البلد بتاعته بتتواصل معاك من خلال الانترنت، او تشوف اخبار عن البلد بتاعته في التلفزيون او في اي مكان، كل ده فجأة بيحصل بدون اي تدخل منك. حاجات كده هجمت عليك رغم انك مش بتفكر فيها، ورغم انك تأقلمت على عدم وجود هذا الشخص في حياتك. فهو في طاقة رجوع، لكن مش شرط رجوع حقيقي. طاقة رجوع كل شخص فيكم عايز يرجع للتاني، خصوصا لو كل واحد فيكم مرتبطش رسمي لسه، لكن في كتير منكم مش هينفذ خطوة الرجوع دي على أرض الواقع لغاية ما تتبينوا وتتأكدوا، عشان اللي حصل ده مفاجأة ليكم ما كانتش على البال ولا الخاطر. العلامة التالتة، طنين غريب من نوعه، عكس الطنين اللي كان بيحصل قبل كده في الأوراد السابقة، المرة دي طنين مختلف من جوه الدماغ نفسها، يعني مش في الأذن، لا تحس ان مخك من جوه بيزن، بيعمل صوت تصفير، وبتقعد العلامة دي مدة يمكن اكتر من دقيقة. لكن الطنين العادي اللي احنا متعودين عليه في الأوراد بتاعت الأيام السابقة بيقعد مثلا ثانيتين ثلاثة ويمشي وبيبقى جوه الأذن، لكن الطنين المرة دي جوه المخ نفسه، وشعور الضغط الداخلي على الدماغ والأذن كأنك ركبت طيارة، حس كده ان في حاجة كتمت جوه دماغك. ده من كتر ترديد الأوراد وقراءة القرآن يا جماعة بصوت خافت شوية أو مسموع بالنسبة لكم. حلوة قوي العلامة دي على فكرة، مش مرض ولا حاجة، إلا لو أنت أصلا عندك من الأول مشكلة عضوية، دي حاجة تانية بقى. العلامة الرابعة، اضطراب النوم. مهما كنت على آخرك من النوم تيجي تنام تلاقي نفسك بتصحى، أو تنام ساعة وتلاقي نفسك صحيت تاني، في كده تقطعات بتحصل في النوم، ده برضو بسبب تفعيل المقامات السبعة في الجسم. الجسم مشحون طاقة زيادة مش عارف ينام، رغم ان فيه احساس بالخمول عادي. الفكرة ان النوم اصلا بيشحن الجسم طاقة عشان يعرف يصحى تاني، فالجسم هنا في الحالة دي مش محتاج الشحن ده، فكل شوية بيصحى حتى لو فيه احساس كسل او خمول، ده ملوش دخل بالنوم. الكسل والخمول ده بسبب قلة الاكل ولخبطة المواعيد مش اكتر. العلامة الخامسة، بدأت الأحلام تتغير، باب المكاشفات بدأ يشتغل بقى معانا ويبان فيها أماكن وأشكال مختلفة عن قبل كده، خصوصا لو أماكن فيها غرف فارغة أو ناس بتسجد أو ناس بتصلي أو أماكن تحسها كده حلوة بس غريبة في تكوينها، وبتظهر الأحلام دي شكل لمحات، مش أحلام طويلة، لا أحلام قصيرة جدا، ممكن ثانية أو ثانيتين خلال حلم كبير تلاقي كده مشهد لفت انتباهك جدا. كمان ممكن تسمع آيات كتير أو تسبيحات، بس حتة الآيات والتسبيحات دي يعني أنت عشان أصلا بترددها في عبادتك فطبيعي يحصل كده معاك، لكن الأماكن والأشكال المختلفة في الأحلام دي غالبا فيما بعد خلال رمضان هتوصلك لحاجة إن شاء الله. اكتب كل اللي بتشوفه في نوت خاصة بيك، سواء على الموبايل أو في ورقة شخصية بيك، وما تخليش حد يشوفها وتحتفظ بيها. العلامة السادسة، ان في ناس حصلت لها مشاكل بزيادة او عكوسات جامدة في حياتهم من اول يوم في رمضان، من اول يوم كده بدأت تحصل معاهم خناقات، حاجات كبيرة مش حلوة، في ناس كمان مش حاسة برمضان ولا روحانيات رمضان، ده بسبب يا جماعة الناس السلبية اللي حواليكم، وبسبب كمان المشاكل التي تحدث بسبب الأوراد. لو انتم من الناس اللي بدأت العبادة بشكل فيه همة وتنافس وكده، شوفوا الحلقة اللي هي بتاعت المشاكل التي تحدث بسبب الأوراد في القناة التانية بتاعتي الموجودة في صندوق الوصف.
دي اكتر علامات قوية مشتركة جمعها فريق عمل الانستجرام في اول يومين من رمضان. انا مبسوطة والله ان الحاجات دي جت بسرعة في اول يومين، يعني ربنا يزيد ويبارك ما شاء الله الله اكبر عشان محدش يقول ان انا بحسد. دي كلها ان دلت على شيء، فهي تدل على انك ماشي صح في البرنامج الروحاني، سواء البرنامج بتاعي اللي في الحلقة السابقة او برنامج خاص بيك انت. ما تتغروش بقى وتكسلوا، كملوا بنفس الطريقة وإن شاء الله بعد كام يوم نشوف إيه الحاجات الجديدة اللي هتحصل وأقوله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. سلام.